اعزائي المشاهدين اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من حلقات نادي التكنولوجيا. طبعا الحلقه اليوم حلقه فيها شيء من الاهتمام الكبير عند كثير من المشاهدين مجرد ما نزل الاعلان كان في عدد من المشاهدين مهتمين حتى يحضروا هذه الحلقه الحلقه بجوز الموضوع تبعها تكرر في الحديث فيه تكرر لكن اليوم حنسمع شيء جديد حنسمع عن برنامج جديد في هذا المجال هشام شايف البيرفورمنس عندي طبيعي ولا ولا في دليل؟ أم في شويه ديلي من عندك كانه في شويه ديلي طيب اوكي انا حعالج المشكله ان شاء الله لكن خلينا نفتتح مع بعض الموضوع برحب فيك هشام وكالعاده احنا حنتحدث اليوم في مواضيع هامه لها علاقه بحياه الناس اليوميه واليوم حنتحدث عن موضوع مهم جدا حنتحدث عن شيء له علاقه بالتجسس على الأجهزة التجسس على الناس تطبيق مهم الناس تعرفه وخاصة أنه صار في زي ما أنت دائما بتسميها صار فيها فضيحة في الموضوع هذا حنتعرف على الفضيحة ونتعرف على الموضوع هذا ونتعرف على تفاصيله يعني هو مش انا اللي سميتها فضيحه كل العالم سماها فضيحه مش <تلزألها فيه> كلهم الناس اللي يعني اللي انحكوا ولسه عم تطلع كل يوم ديتيلز جديده على فكره عن الموضوع أه، انا اول شيء حابب اولا ارحب في الجمهور الكريم طبعا الناس اللي بيتابعونا احنا كان المفروض اليوم على فكره يكون موضوع الحلقه خفيف لطيف ظريف اليف بس الاحداث اللي صار خلى الموضوع مش اليف على بالمره أه، لكن زي ما بقولوا أه، الشغلات هاي بتوعينا بتصحينا لل... للي لازم آ... كنا ننتبه له دائما واللي بنحكي عنه دائما في هاي الحلقات الامن آ... السبراني الامن الالكتروني زي ما بدكم بتسموه واهم شيء موضوع الخصوصيه وموضوع التجسس، احنا حكينا آ... في كذا حلقه عن موضوع التجسس حكينا بالذات عن موضوع التجسس اللي, اللي هو السايبر اللي هو اللي مسميناه الماس سيرفيلنس او ال... التجسس على الجماعات او على التجسس الكبير سواء كان اللي بتقوم فيه هذا التجسس في بعض الشركات الكبيره او بعض الاحيان حكومات بتقوم بالتجسس على شعوبها او شعوب ناس تانيين او غيرهم فهذا الشيء موضوع حكينا عنه بس بدي اعمل نبذه سريعه عن موضوع انه كان الموضوع بلش قبل التكنولوجيا بانهم زي ما بي زي ما كنا بنتذكر واحنا صغار يقولوا لنا المخابرات اللي بعتوا ناس يتجسسوا علينا شو بنحكي وشو كذا مع عصر التكنولوجيا اتطور صارت اه الناس تتجسس على اه على الاجهزه الالكترونيه تليفونات الانترنت اه وهلا طبعا وسائل التواصل الاجتماعي الكذا اه انا من الناس اللي اشتغلوا زي ما بيعرفوا يمكن كثير من الناس في في موضوع الماس سرفيلانس ما فيلنس زي ما احنا بنقول دائما كتكنولوجي مش القصد فيها انها تجسس، القصد فيها تو سرفيل مكافحه الجريمه، مكافحه الارهاب، وهذا كله عملناه، حتى مش بس جرائم ما علاقه، تنظيم الترافيك بيجي معاها الى اخره، كثير في اشياء بتستفيد منها في الماستر فيلنس لكن طبعا استخدامها السيء ممكن يؤدي انه او الناس اللي بايديها هاي السلطه ممكن تستغلها بشكل سيء جدا زي ما حصل في موضوع بيجاسوس وهذا الموضوع بنحكي عنه على فكره من زمان وص... ما كن... كل الانظمه اللي اشتغلت عليها ما كان فيها زرع تجسس على الناس كانت يمكن حتى الحكومات اللي ركبنا لهم اشياء وتجسسوا كانوا يا دوب بيتفرجوا على شو بيحكوا الناس على السوشيال ميديا شو بيبعتوا لكن هلا اتطور واحنا عرفنا في الـ 2013 مع ادوارد سنودن الناس اكيد سمعتوا فيه والريفيليشنز اللي حكى عنها عن ال ان اس اي او وكاله الاستخبارات الامريكيه كيف انه كانت وكاله الاستخبارات تزرع سوفت ويرات تجسس على موبايلات الناس سواء يعني من الشعب الامريكي او من برا او من جوا اللي تقول عنه ارهابي اللي تقول عنه مش عارف شو هو بغض النظر هذا الكلام صحيح او لا فهذه اول مره سمعنا انه صار تطور التجسس صارت تزرع سوفت ويرز او بسموهم سباي وير يعني اللي بسموه برنامج تجسس على أجهزة الناس من دون ما الناس تعرف أنه عندها تجسس فطبعا هذه أول مرة سمعنا وصار فيها لغط وإشي لغاية ما وصلنا لليوم بيجاسوس هو أك... هو أسوأ وأخبث برنامج عرفته البشرية لغاية هلأ في التجسس طيب هشام خليني أخذ الاسم عندك فكرة الاسم ليش إجا بهذا الشكل بيجاسوس أو بيجاسوس بيجاسوس هو اسم المخلوق الحصان اللي له اجنحه اوكي تسمع في الاحصان الاسطوري <applause> 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 ايوه بالضبط <applause> بيجاسوس مستخدم في وحده من شركات الطيران التركيه اسمها بيجاسوس دائما حاطه جناحات الحصان هذا وراس <applause> الحصان وجناحاته لانه بيقال انه اذا بتسمع بالاساطير الاغريقيه الـ أيوة. الـ 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 هاي ميدوسا اللي كانت الشريره اللي شعرها اه حيايه في حياة وافاعي أو واذا بتشوفها وبتطلع بوجهها بتصير انت حجر لغايه ما اجى واحد بيرسيوس اللي اجى واول واحد قدر ما يطلعش في هذا وقطع راسها وماتت ولما وقع راسها نزل آه نزل منه آه هذا الحصان فرد جناحاته وطلع على وطلع على زي ما بقولوا على على السما طار اول ما نزل اوكي ما بعرف شو خص تسميتهم فيه بجوز لانه امه شريره ما بعرف <applause> ولانه لانه بيطير بسرعه بين بين الاشياء وبشوف كل شيء فباحتمال سموه هذه التسميه عشان هذا الشيء لكن هو حيوان اسطوري من الاساطير الاغريقيه حلو 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 طيب فكره الـ الـ البرنامج هذا لما طلع في اصله بين معنا شو الاغراض تبعه في الاساس مين اول الناس استخدموه ليش استخدموه شوف هو بيجاسوس هو من تطوير شركه اسمها ان او او ان اس او جروب ان او جروب شركه اسرائيليه من اقوى شركات طبعا احنا عارفين انه اسرائيل بشكل عام من اقوى الدول في في, في مجال الامن السبراني وال والهاكينج والاشياء زي هاي. أس او جروب واحده من من اكثر الشركات اللي بتشتغل في هذا المجال في العالم ومن واحده يقال انها من من افرع او من ال بتدعمها الاستخبارات الاسرائيليه وطلع نتنياهو كذا مره وقال احنا حكومتنا وامنا والموساد والاستخبارات بنطلع فروع شركات خاصه احيانا او بندعمهم من منشان يعملوا اشياء زي هيك لنحمي امننا من الارهابيين ومن غيرهم من غيراته فهي حسب الكلام او اللي هي قالته انها هذا برنامج زي ما احنا قلت لك اللي كنا نعمله للماستر فيلنس برنامج حمايه حتى لما بتشوفها ناس تقدر تفتح الموقع تبعها وتشوف دائما الفيديوهات تبعونها انه انه الارهابيين خلص راحوا راحت راحت عليهم والمجرمين لانه كان من الماستر فيلنس كان برضه منه اللي هو محاربه الجريمه محاربه الكذا يعني الناس المفقودين وغيره، هي بتقول انه هاي هي آه الاغراض اللي انعملت لـ لـ لهذا الشغل، طبعا في شغلتين هون في كتير دول بتا... عندها كل الدول تقريبا عندها ماستر سيرفيلنس وهذا اللي بتلاقي فيه زي ما قلت لك بتشوف فيه الترافيك بتساعد في البوليس بتساعد في في كشف الجريمه في في انها تلاقي الاشخاص المفقودين، كنت انا واحد من جروب من مجموعه عملنا ساعدنا آه مشروع اوبن داتا ل لنلاقي الاشخاص المفقودين في منطقه الجي تي إيه كل الناس عندها هذا الشيء لكن ما في ولا جهاز او سيستم او شيء من اللي احنا اشتغلنا عليه بيتضمن انك تزرع شغله تتجسس على جهاز واحد او تزرع على جهازه اي سوفت وير بدون ما يعرف ولا شيء حتى ال... نعم. حتى السوفت وير اللي بينزلوه ايام الحكومه الخ... الغصب عنا اللي هو تبع الاليرت الامبر اليرت حكولنا عنه وبينزل موجود عندك الايكون انت بتشوفها بتقدرش تشيله يمكن لكنه موجود عندك مبين ان الحكومه منزلته عشان عشان الهاي لكن البيجاسوس برنامج بينزل على جهازك اه ما ما بتعرف انت عنه اساسا عرفت علي ما بتعرف امتى اجي, اجى او راح ممكن ينشال ما بتعرف عنه اي شيء وهذا هذا طبعا غير دستوري وغير قانوني في اغلبيه الدول الديمقراطيه هذا طبعا شيء غلط كمان من انه اي شركه او اي بلد تعمل هذا الشيء طيب يعني يعني هو هو بينزل بموافقه الحكومات ولا الحكومات ما yani علاقه في الموضوع يعني كانه حاسب على بتتكلم عن كانه الحكومات تساعد في انه هذا الابلكيشن ينزل وبتسهله وبتسهل على الشركات او بتتعاون مع الشركات في هذا الموضوع هذا هذا السوفت وير ما بنباع لشركات ان اس او ما بتبيع هذا السوفت لاي شركه خاصه حتى مش موجود على الـ مش موجود على الويب سايت تبعها في عندها برودكتس موجوده على الويب سايت اللي اللي إيه. ممكن تنشر هذا ما بنشر هذا بس ان اس او اساسا ما بتتعامل غير مع حكومات ومع مع زي اللي بسموهم اللو انفورسمنت بوليس ممكن. شرطه جيش او كذا ممكن. وهي طبعا ما بتوقع اي عقود الا من موافقه الحكومه اللي هي شغاله منها زي. وما بنزل اساسا ما ما فيك انت تروح وتشتري بيجاسوس لإلك وتقعد تتجسس على شو اسمه؟ تقدر تتجسس آه. على اولادك ولا انا عارفة بتحب تعرف كل شيء بتحب تعرف كل شيء وين بيروحوا وين بيجوا وبتعمل انا انا مسكين اكثر واحد معطي للعالم حريات لا لا انا عارف انت هيك تحت لتحت انا بس. انا اؤمن بالحريات المطلقه بس لا بس ما, ما, ما للاسف ببلغك يا محمد ما بتقدر انت تشتري ولا انا بقدر اشتري مثلا بيجاسوس اساسا اساسا أنا, انا كنت شاك فيك انه من اسمه بي جاسوس في جاسوس اصله آه. اصله شيخ زبير عرفت شيخ زبير آه بي جاسوس واحد عربي اللي عاملوها اه بجوز بجوز <applause> فبقول لك ما بتستخدمه غير الحكومات اساسا يعني هم ما ما بيبيعوا غير للحكومات على فكره عشان بس برضو اقول لان هي هي الشركه هي اللي بتحكي هذا الكلام هي بتقول انها ما بتبيعه الا للحكومات اللي معروفة إنها أنظمة ديمقراطية وإنها بتراعي حقوق الإنسان وتشيز هلأ لما حأحكي لكم مين الدول اللي باعت لها كلام فاضي الكلام وبتقول إنها هي بتراقب they monitor استخدامه من قبل الحكومات وبتأكدوا إنهم ما بيستخدموا في خرق لأي, لأي حقوق الإنسان أو القوانين الدولية برضو كذب لأنه اللي سمعناه واللي شفناه واضح إنه ما فيش عليه رقابة <applause> طب خلينا 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 نبدا باللي سمعناه واللي شفناه آه يعني حقول لك شغله اخر اخر بيكسوس مش جديد انا اللي اللي بيشوف اللي بيعرفني واللي بتابعني سواء على الفيسبوك او على اللينكدين بالذات على لينكدين انا حكيت في هذا الموضوع من الـ 2018 بال 2018 اكتشفت اكتشف اه اكتشفت شيء اه 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 تابع لجامعه تورونتو اسمه سيتيزن لاب اوكي okay. اكتشفوا انه في شركه اخت... عرفت تخترق كل انواع الاجهزه اللي اللي بيقول لي انا انا عندي شو اسمه انا عندي ابل وانا ما عندي لا في ابل ولا بعد ولا اي شيء لا تقول لي ابل ولا اندرويد ولا ولا بطيخ وانا دائما بقول للناس ما تيجيش تقول لي ايه اكتشفت الشركه انه انه حكومه الهند تحديدا إن الشركة بتستخدم هاي السوفت من هاي الشركه لحتى تتجسس على المناهضين لإلها، حكومة مودي هذا اللي دائما اللي عارفين اللي بيعرف الهنود بيعرفوا انه بني ادم شو اسمه اوبرتاريان آه زي ما بيقولوا له ويميني متطرف وعنده عمل شغلات كثير حتى بيقولوا انه تجسس على الناشطين المسلمين اللي بدافعوا اللي اللي بيطالبوا في حقوق المسلمين، تجسس على اليساريين اللي واقفين مع الناس اللي, اللي بيطالبوا بي بحقوق للمناطق الفقيره في الهند ما خلى حدا هذا الحكي من 2018 2019 لما بلشت تطلع وصحفيين كثير وسيتيزن لا بيتصل في كثير ناس هتلاقي هاي الشغله في برنامج وثائقي عن الجزيره اتصلوا في كثير ناس من هدول وقالوا لهم احنا شوف عرفنا انه عرفوا ارقامهم من المعلومات اللي, اللي تسربت عن حكومه الهند وقالوا لهم انتم ار <applause> حطيت كثير عنها هاي الشغله لانه وقت الكوفيد اجت ال اس او وعرضت على ولايات امريكيه ويقال ما بجزم يقال حسب ما سمعنا اشاعات انها حتى عرضته على مقاطعات كنديه والحكومه الفدراليه انها تساعدهم في انها في هذا تعمل موديل من هذا السوفت وير للتراكينج الكوفيد تراكين <applause> 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 طبعا انا وسماع سمعنا فدغري حط بلشنا نحط على السوشيال ميديا وعلى كذا اكدت ان الحكومه في ناس يعني اكدوا من الحكومه الفدرال وهذا انها ما بتستخدم ما تتعامل مع هاي الشركه ولا راح تعمل شيء والتراكنج سوفت ويرز انعملت في كندا نعم. بس عشان اوريك قديش الاكستنشن قديش الناس م. ما كانتش عارفه وقد ما بنحكي ونهرن انساننا وكل الناس بيقولوا لك لا اللي بقول لك انا عندي ايفون انا مش خايف واللي بقول لك شو يعني ياخذوا معلوماتي يعني الاخر عشان اوصل لجواب إيه لك هلا دايركتلي على الجواب. اللي طلع القصة الليك الأخراني خمسين ألف رقم تليفون لأشخاص في العالم. آه هقول لك من بيناتهم آه آه جمال خاشقجي وما وخطيبته آه آه ناشطين سياسيين حقوقيين وصلت لأنه الرئيس ماكرون نفسه كان تم التجسس عليه. يقال إنه لصالح المغرب. ما بنعرف بس بس رقمه كان من الارقام اللي كانت موجوده فالشغله ما حدا فلتان منها مم. عرفت علي وهذا ال ألف رقم مش قليل هذا اللي عرفناه نعم اليوم خمسين ألف اعطيها كمان سنه بصيروا خمسين مليون امم صح ولا لا التجسس يتجسس على الارقام باخذ معلومات ايش طبيعه المعلومات اللي بياخذها اه هلا هل بدنا نقول لك شو هو هلا بقول لك شو هو اللي بي اللي بيصير نعم طبعا اول شيء بعدين قبل ما تحكي لي ايش اللي بيصير وايش المعلومات بأخدها يعني شو هو الجديد كمان شو هو الجديد ما في ما حاجيك ما حاجيك ما حاجيك من, حاجيك من خلاله هذا الشيء حاجيك هذا بيختلف عن بقيه الاشياء في اشياء كثير كل تبعين السوشيال ميديا تقريبا بشوفوك وين بتروحوا وين بتيجي وكذا وهذا بس مش يعني احنا خلص سلمنا في الموضوع لا بس هذا مش هيك هدول بيعرفوا من خلال السوفت وير تبعهم انك انت بتروح هون بتفوت على المحل الفلاني بروح ببعثوا لك دعايه كذا لكي. هذا لا بعدين هدولك انت بتنزل الجهاز بتنزل السوفت وير انت عارف انك منزله صح وانت يو انيبل الشغلات حتى اذا بدك تنيبل نات تراكنج وكذا بتعملها هذا ما بيرعمل هذا هدول اكتشفوا اكتشفوا شغله اسمها زيرو داي فولنربيليتي او الفولنربيليتي المش... اللي هي الثغره الامنيه ثغره ثغره ال... اليوم الصف الصفري م. يعني الثغرة الأمنية اللي نفس الشركة المصنعة على التليفونات أيوة. ما بتكونش عارفة عنها أو لو عرفت زي ما هلا عرفوا لما طلعت الفضيحة عرفوا أبل وجوجل وسامسونج عرفوا عن هاي الثغرات لكن لسه ما عندهم مش حل لإلها إنهم أيوة. إن عارفين لك وعارفين إن أجهزتهم عم تدخل عليها لكن لكن ما مش عارفين كيف الحل تبعها هذولاك اكتشفوها قبل أيوة. عرفت علي هذا أيوة. اكتشفوها هلا شو مشكلتها هاي اذا انت عندك مثلا ايش ايش التليفون عندك مثلا سامسونج ليتس سي اس 19 اس 9 ها اذا عرفوا ثغره على السامسونج اس 9 معناته كل الناس اللي بيستخدموا السامسونج اس 9 انكشفوا لهذه الثغره صح لانهم كلهم ايدنتيكال مصنعين تمام اذا عرفوا تبعت الايفون 11 كل مستخدمين الايفون 11 خلص كلهم نفس الشيء يعني صاروا كلهم معرضين لنفس الخطر فهذا اللي بنسميه زيرو داي ثريت هلا اللي هم عملوه شغله ثانيه في كتير ناس عرفت الهاي كانوا بالاول يبعثوا لك تكست مسج مثلا يقول لك حطها وافلح افتح الفلان فلان عشان نعرض الفلان كذا بس مش بس هيك هدول كانوا بيعطوك تول انك تعطي زي ما بقولوا بسبوكن مسجز لناس معينين في واحد مم. من الناشطين مش حاحكي اسم الدولة، خليجيين، مم. خليجي عايش بلندن. اوكي. ناشط وصحفي، عايش بلندن. انبعت له مسج بسبوكنج له، قالوا له في مظاهرة يوم الفلاني الفلاني، في الساعة الفلانية، قدام سفارة بلدك، عشان يخلوه يروح عليها، وهي الديتيلز تبعتها على هذا اليو ار ال. اوكي. فتح اليو ار ال، شوي عشوي. اللي هو اللي هو موقع مش عارف شو هو بقول له عن طبعا كانت كذبه في وحده ثانيه من من هدول قالوا له إن... انت عليك مش عارف ايش امر بالقبض ومش عارف شو كذا بيفتح لقيها وزاره الدفاع او وزاره وزاره داخليه يا ربي تبع بلده مم. الاصليه مم. تبع بلده الخليجي عم بوديه على المقر وزرع فيه من هاي المسج بس هاي الكليك زرع مم. فيه البيجاسوس على جهازه حلو طيب يعني هذا كان لحظه شوي خليني اقول لك لسه ما خلصناش حلو. هذا كان بالاول بعدين اكتشفوا طريقه اسمها زيرو كليك اتاك حلو زيرو كليك اتاك يعني او اللي هي ال... ال... الضغطه الصفريه تهدي ال... الهجوم الضغطه الصفريه هذه تحتاجش منك انت تعمل اي شيء بيرنوا عليك بيرنوا عليك بس رنه م. رنه رنه يا اما عن طريق الموبايل العادي الرنة او الـ 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 الواتساب رنة واتساب م -م. بس يرن عليك حتى لو ما اخذتش المكالمه بيزرع السوفت وير على جهازك لطيف كلام لطيف بز... ما قلت لك لطيف واليف <applause> لطيف واليف جمال جمال بيحكي لك الله يحمينا طب تشرف معنا هون يا جمال في الاستوديو في عشان نعطيك معلومات قيمه وشو اسمه والله هو احنا بنقول الله يحمينا بس الله بيقول اسعى يا عبدي وانا بسعى معك اذا احنا طول الوقت بنحكي للعالم وبنهري وبقول لك يلا شو نعمل شو خصت مش حيعملوا فيي شيء انا مش رئيس الوزراء الله ما بيحمي الناس اللي ما بدهاش تن... بدهاش حمايه خلينا نكون واقعيين صح ولا لا صحيح لازم ناخذ بالاسباب بالضبط طيب وزيرو زيرو كليك هذه يعني لو اتصل فيي تليفون وانا ما رديتش عليه عليك. بس رن علي بس رن علي بس بس رن رن بس. طيب اوكي يعني احنا ما في عندنا اي اي حيله نتصرف فيها. ولا شيء لا ما هي اللي بقول لك اياه مره. انت سالتني عن شو اللي بيقدر يعمله عشان اقول لك شو اللي بيقدر يعمله مره. بس رن عليك مثلا وينزل الجهاز وينزل قصدي السباي وير على جهازك شوف شو بيقدر يعمل لك بيقدر يقرا ايميلاتك التكست ماسجز تبعتك يسمع مكالماتك الشات سوفت وير اللي بتعمله من ضمنه واتساب ماسنجر وريفر بيقدر يعمل اكتيفيشن للمايك تبعك او للكاميرا او للجي بي اس تراكر من دون ما انت تعرف حلو. ممكن يسجل الصوت يسجل صوتك لانه بيقدر يعمل للفو... اكتيفيت للمايك تبعك بيسجل الصوت او حلو. فيديو من دون ما انت تعرف اي شيء بيقدر يوصل لغايه بيقدر يشوف الكي ستروكس الشيء اللي انت بتطبعه حتى لو انت طبعته ومحيت كله بيعمله لانه اي شيء انت بتكتبه على على الكيبورد هذا على بس سوق. على الموبايل؟ على الموبايل بس بس على الموبايل اللي ولي. عرفناه اللي عرفناه لهلا انه بس طيب. على الموبايل طيب او اللي اخت... او اللي وصلت لانه هو على رقم تليفون يعني لازم يعرف رقم تليفونك لحتى يزرعوا انت على اللابتوب ما عندك رقم تليفون اوكي عرفت علي؟ هلا طيب. اذا في عندهم تول ثانيه لللابتوبات للم... هذا بعدين رح ن... رح نشوف ال... رح نشوف الفيلم الثاني بس اللي هذا على رقم التليفون كلام جميل يعني هذا الكلام كله بيقدر يعملوه على رقم التليفون طب احنا خلص نرجع من السمارت فون نرجع لتليفون ابو ال اه ابو البلوك هذا النوكيا آه البلوك اه تليفون هذا بس اللي بيشتغلش حتى 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 كلامات ما <applause> <applause> يا دوب قال, قال على... بس عشان اقول كمان شغله الواتساب حاليا عم بتقاضي ان اس او لانهم بيتهموهم انهم استخدموا السوفت وير تبعهم لحتى يزرعوا شيء على اجهزه الناس وهذا طبعا خرق لـ 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 للقوانين ولكل شيء فهي نعم حاليا في آه في قضيه مرفوعه على ال ان من الواتساب طيب خلينا ناخذ في التوافق بين الاسئله والاسئله اللي موجوده من المشاهدين فخلينا ناخذ اسئله المشاهدين نقدمها على اللي عندنا ريم بتحكي لك كيف ممكن يكتشف الشخص انه عنده هذا الابلكيشن تجسس على هاتفه هذا السؤال هذا موضوع موضوع. الموضوع حيجي عين. حيجي بس قلنا آه. حيجي في الحلقه هاي بعد ما نشرح عن السوفت وير والكذا ونخلص حنيجي نقول لهم كيف ممكن يعرفوا بالضبط فخليكم معنا عشان تعرفوا شو الحل وكيف ممكن نكتشف نكتشف هذا الامر مونتريال كندا اخوتي الكرام شكرا جزيلا على هذه المعلومات القيمه انا فات على بدايه الحلقه هل ممكن تبين لنا ما هو بجسس من اساسه بتعريف وشرح مبسط ولكم وافر الشكر طيب سريعا هشام بكلمتين اذا نختصر حتى يواكبنا الاخ او الاخت في الموضوع من اوله بنحكي عن احنا قلنا قلنا بيجاسوس هو اقوى اقوى برنامج تجسس عرفناه لغايه هلا وميزته انه بتجسس على كل شيء على كل شيء كل شيء من الجهاز التليفون وميزته انه انه اول اول جهاز تجسس ما بيتطلب منك انك تعمل كليك او تنزل صوره او ت... مجرد ما رن عليك برق على رقم تليفونك عن طريق التليفون او الواتساب او او ال... او اي واحد من أجه... من من سوفت الاتصال هدول ممكن يز... حتى لو ما حتى لو ما رفعتش الخط انت لو ما رديت على المكالمه زي انا بتذاكر وبردش على المكالمات اللي بعرفهم مش هذا ما رح ما هذا يحميني فهمولك <applause> طيب الان الان ايش النكست؟ يعني اليوم عرفنا إن احنا في بيجاسوس، اوكي؟ وفي في دول وفي شركات وفي قصص عمالهم بيروحوا بالمحاكم والامور القانونيه بصير بصيرش مش عارف إيه، بس في الاخير هل في احتمال انه احنا نكون اه يعني مخترقين؟ احنا ناس عاديين مساكين، ما بنشتغل ولا ولا في عندنا شيء مهم ولا في في, في كثير من اللسته اللي اللي كانت موجوده ناس سيتيزنز عاديين, عاديين اه عاديين كثير <applause> انت بتشوفهم ما هو انت شوف شو اللي ممكن يكون يحصل انت ممكن تكون قريب واحد من الاكتيفست هدول اوكي <applause> ممكن تكون قريبه ما عرفوش يخترقوا جهازه او ما عندوش جهاز تليفون مثلا ممكن تكون صديق لواحد من المستهدفين هاي اللي الـ 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 شو اسمه قلت لك من الامثله خطيبه خاشقجي ما كان لها شيء نعرف فيها اساسا قبل ما تصير الهاي لكن لانها معاه كانت وعارفين انه خطيبته قالوا لك اذا ما قدرنا او اذا طفى موبايله ولا عمل شيء ول... لانه حتى طفيه الموبايل على فكره ما بتحميك ما بتحميك جميل. بس اذا 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 ترك موبايله في البيت وطلع معاها بنكون عارفين انه طالع معاها او وين أو رايح ووين جاي فانت أو. ما بتعرف انت انت مين اللي في حياتك بتعرفهم مستهدف م. وهم حطوك في الليسته لانك معه او something لايك like ذس نعم. بس عشان اجاوب على شغلة برضه في أخ قال ما افضل ما افضل برنامج برنامج اتصال أه. ما راح تفرق معك هم بيدخلوا على جهازك بياخذوا كنترول كامل بيشوفوا كل شيء انت بتعمله على الشاشه فهو م. ما بي, ما بيكلف حاله يخترق او يشوف الان تو اند انكربشن ولا يحاول يكسر الانكربشن ما بتفرق معاه هو كانه عم بيشوفك انت كل شيء بتعمله على الشاشه شو بتطبع ولا كذا ما حتفرق اي جهاز اتصال ولا شيء لا تفرق تماما لا كانت واتساب ولا سيجنال ولا وايرد nothing is gonna make any difference من الاخر يعني حلو لانه اللاير اللي بيدخل عليها هو الفيزيكال لاير بتدخلش يعني مش محتاج انه يطلع على الابلكيشن لاير في الـ في الابلكيشنز مش مش محتاج يعني يخترق و... السوفت وير نفسه و... مش محتاج والانكربشن تبعه و... الف ويسرق هو داخل على جهازك كانك كانك انت اللي عم تشتغل ممكن حتى يشتغل شغله on your behalf ما احنا قلنا بقدر يعمل اكتيفيشن للمايك للكاميرا لكذا اي شيء ممكن ممكن يفتح الواتساب ويبعت مسجات عنك أوه. ما راح يفيدك اي جهاز اتصال ولا اي حمايه لما يدخل هذا هذا الشيء على جهازك. حلو خلينا عشان بس اكمل في موضوع مين اللي هم لانه بيج لانه ان او بتقول انها ما بتعطي هذا السوفت وير او كذا بس. الا الا لهاي هقولكم لكم بعض من الدول آه اللي من 30 ضمن ال دوله الهند المكسيك م. كينيا م. قطر البحرين المملكه العربيه السعوديه الامارات م. وحكومه دبي منفصلة بقولوا هذا طبعا حسب الادعاء انا ما بحط اشي عزمتي بس هذا اللي اللي نزل في الاخبار هنغاريا كازاخستان اذربيجان المغرب رواندا من الاسماء هاي حدا, حدا. انا متاكد انه في كتير ناس انتبهت انه في كتير من هاي الاسماء ما لهاش <applause> علاقه بالديمقراطيه ولا ولا بحقوق الانسان يعني رواندا لحالها اخر وحده ما احنا شفنا شو صار في رواندا وفي الفساد <applause> وفي حكومتها فادعاء انها بتقول احنا بس ااا آه آه انه بس آه آه نعطي للحكومات آه الديمقراطيه هذا اوريدي سقط. نعم. فيعني حتى لو بتقول بتراقب حقوق الانسان وكذا، إذا لساتك معطيها لهذه الدول معناته ما, ما فيش فجد من رقابتك أساسا. طيب. طيب ممتاز، إذا إحنا الآن صار واضح عنا إنه, إنه اللي بيتمكن من هذا التطبيق هم حكومات اللي الشركه باعت هذه التطبيق هذا من خلال حكومات او لحكومات الحكومات الكونديشنز اللي انحطت على الحكومات مش بالضروره انها تطبقت حقيقه فعليا الان الحكومات هي اللي بتحاول تستغل وتستخدم هذه التطبيقات الناس اللي نزل عندها هذا التطبيق قد يكون ناس مستهدفين لهم قضايا وقد يكون ناس عاديين لكن لانه احنا بنحكي عن يعني ماس سباي بنحكي عن تجسس على عشوائي فممكن يوصل لاي لاي حد الان خلينا ندخل على موضوع حكي بس شغله حكي بس شغله بسيطه طبعا. قبل ما مش بس مش بموضوع بيجاسوس عشان الناس يقولوا لي احنا ناس عاديين واحنا مش عارف ايش الحكومه السابقه الامريكيه حكومه احنا ناس عاديين زي مش زيك لا ما انا بقول زي وزيك انا انا متواضع انا, بال... أنا من تواضع لله رفع <applause> المهم انه التجسس مش شيء جديد حكومه ترامب الرئيس ترامب امر حكومته مع, كل القوانين الخصوصيه والحقوق الانسان والحريات اللي في امريكا امر بالتجسس على صحفيين وحتى كوميديين من اللي بيحكوا عليه وهو مش عاجبه الحكي أوه. أوكي. هو كان وهي الاشياء طلعت في التحقيقات الاخرانيه وطلعوها اعتقد ام اس ان بي سي وسي ان ان طلعوا الاوامر لان هاي هاي تحت اللي بسموها فريدوم اوف انفورميشن طلعوا الاوامر اللي هو كان حاكيهم طبعا قبله كان الرئيس اوباما برضه تجسس على كثير من الصحفيين او حكومته بدناش هو جسس على كثير من الصحفيين لاغراض ثانيه لحتى يعرفوا السورسز اللي 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 بيحكوا اللي بيجيبوها يعرفوا مين هم طبعا هذا الشيء خرق كبير يعني ترامب يمكن متضايق منهم حكى عن هذا اوكي خرق للدستور بس بس هدول في قوانين واشياء بتحمي السورسز اللي بيجيبوا معلومات سريه للصحفيين بتحمي حق الصحفي من انه يخبي معلومات السورس حمايه لإله هذا خرق دستوري وهذه إشي كانت بتعمله حكومه اوباما على مدى الثمان سنين وعملته حكومه ترامب على شغلات الاتفه طبعا هو لانه كان بده لانه متضايق منهم بده بس يتجسس عليهم لكن مم. هذا الشيء مش جديد و وما يجي واحد يقول لي انا بني ادم عادي وانا في قانون في البلد ما احنا عارفين انه في قانون في البلد بس في ناس الفساد ما بيعرف الفساد اساسا ميزته انه هو اللي بيخترق القانون صحيح من بين الدول انت ما ذكرت كندا، كندا مش من بين الدول اللي تم بيع التطبيق لها آه ما شفتهاش على الليستة بس وزي آه ما قلت لك احنا لما سمعنا انه بيجاسوس او او ان اس او اجت بدها تعرض وقفنا وقفنا الموضوع هلا هذا ما مش معناته انه كندا ما عندها اساليبها هل بتستخدمه بشكل صح هل بتستخدمه بشكل غلط هذا مش حنحكي عنه هلا نعم. مش موضوعنا لكن نعم. ال ال اللي, اللي, بعرفه انه ما كانت على لسته البلدان او ما شفتها انا على لسته البلدان اللي طلعت من الدول اللي بتتجسس الله راي الدكتور جمال الله يحمينا طيب بعدين آه. حتى لو لقينا كندا وعرفنا ميزه آه. ميزه وجودنا في كندا انك انت بتقدر تقاضي الحكومه نعم لكن في دول زي اذربيجان وكازاخستان و... شو... شو... مين بدك مع مين... مين بدك تحكي؟ لا نعم. بدك تحكي صح ولا م. لا م. م. طيب خلينا ن... خلينا ندخل في موضوع اللي الناس عمالها تستناه ومستعجلين عليه كيف يعرف انه جهازي عليه بيجاسوس او لا اوكي حتى تعرف لازم يكون يا اما عندك شويه خبره تكنولوجيه او بتعرف حدا في هذا الموضوع ما في شيء بتقدر تنزله على الجهاز يعرف شو شو آه... إذا عندك إذا عندك إياه ولا لا، لأنه جهازك أوريدي مخترق، يعني حيعمل بلوك لو جهازك مخترق، حيعمل بلوك لأي شيء بيحاول يعمل لك إياه. لكن هلا حشير السكرين، أعمل لك شير للسكرين عشان الناس تشوف هالشيء. منظمة أمنيستي انترناشونال. نزلت أيوه، منظمة العفو الدولية، نزلت م. هاي التول، ححط لكم برضه اليو ار إل تبعها. في الكومنتس بقدر احطهم من هون خليني بس قبل ما نكمل انا ما بقدر احط كومنتس من هون صح طب انا من عندك لا تقدر تحط كومنتس من عندك خلينا انا ببعث لك اياها بالبرايفت شات وانت حطه أوكي. هذه التول اسمها الام في تي هاي عملتها منظمه العفو الدوليه طريقتها شويه معقده بس هي الطريقه الوحيده لغايه هلا بدك تعمل فل باك اب عن جهازك انكربتد باك اب شو ما كان جهازك يكون اندرويد ايفون قديم جديد whatever, ايفر ثانك يو حلو تعمله له وبتحطه على الجهاز هذه الفايلات بتنزلها اللي موجوده وبتحطها على جهازك لازم برضه تنزل هذا برضه فري شيء اسمه لغه البايثون بتعمل له سيت على جهازك بنزل على اي جهاز ويندوز ماك لينكس وات ايفر بتنزله <applause> وبتعمل رن هم في تعليمات في هذه في فايل فيه تعليمات بتعمل رن لكوماند معين وبتقول له وين الباك اب فايلز تبعونك هو بيعمل لها مسح كامل وبشوف اذا في اذا في تريسز من هذا الهاكينج هلا في شغلتين عشان الناس ما برضه ما تحكيش في بعض الفايلات ما بتن خصوصا من اجهزه اندرويد اللي ما عليهاش روتينج اللي مش معمول لها روتينج او تجذر او او موبايلات الايفون اللي مش معمول لها جيل جيل بريك ممكن ما تنزل ممكن هاي تكون متصابه لها سيستم فهذا برضه يعني ممكن يعرف لك شيء بس اذا اذا في شيء كان داخل عندك في السيستم ما طلعش في الباك اب ما يشوفوش في شغله تانية هلا بعد ما سمعوا في الاشياء هاي ممكن يكونوا سحبوا الهاكرز اللي منك سحبوها من على موبايلك اذا اسمك مش في الارقام اللي طالعه وسحبوه ونظفوه مزبوط ما خلوش ولا تريس مش هتعرف انه كان موجود على جهازك مع انه كان موجود اوريدي لكن زي ما بقولوا اضعف الايمان يعني الانتي بوديز تبعت الفيروس ما نقدرش نعرفها <applause> اذا كانوا شايلينها مزبوط الانتي بوديز هدول اه بكونوا كلهم راحوا بكون نظفوا يعني كل شيء بكون التريسز اللي, اللي موجوده على الهاي هلا هل هذا يعني ما بصير حتى الحكومات ما بصير في 90% من الحالات لانهم لا خصوصا اذا بيستخدموه زي ما طويل بتتجذر كثير أوه. في فايلات ما هم حتى عارفينها دخل في ايمج دخل في مش عارف ايش الا اذا ناس شاطرين كتير وعارفين شو بيشتغلوا ومسحوا كل إشي عن جهازك قبل ما قبل ما يشيلوا قبل ما انت تاخذ باك اب وتعمل هاي الشغله هاي هي الطريقه الوحيده في اشياء تانية علامات يعني هذا اللي قلت لك عنه الصحفي والناشط الخليجي لما شاف هاي وودع على وزاره الداخليه تبعته ولا استغربت وهذا بس قال حسيت على طول انه في في ببالي شيء غلط صار بطيء صار لاجنج صار فيه شغلات صار فيه بتصرف تصرفات غريبه فهو شك في الموضوع فراح وداه عند واحد تكنيكال صاحبه قال له نازل عندك سباي وير اه اوكي ما حدش يجيني بليز مش حق مش هقدر عليكم كلكم مش حلحق مش حلحق حلح افحص انا يا دوب فحصت جهازي اساسا ف... ما لقيت ما لقيت عليه ما لقيت عليه بس هذا ما بيعني انه ما كان زي ما قلت لك وينشال وتنظف او لسه في تريسز بالسيستم فايلز اللي ما قدر ياخذها، لانه اذا عملت روتينج انا ما بعمل روتينج ماني اني بقدر اعمل روتنج للاندرويد تبعي، اذا عملت روتينج بتخسر الورنتي كلها ولا اي شيء ولا حدا ممكن ي... اي ح... اي محل ممكن يرفض يصلح لك اياه حتى، حتى لو دفعت له فلوس، انت عملت روتينج بعرفش انت شو خبصت عليه، ما بضمن لك اني اصلحه. طيب اذا اذا شخص شك او اكتشف انه موجود بيجاسوس عنده على الجهاز بتقدر يشيله؟ ما هو حيكتشف لك الفايلات وينها؟ اه اللي موجوده واذا واذا هذا ممكن تشيل ممكن تشيل هاي الفايلات آه. طيب آه. بروتكشن هل في عندنا بروتكشن؟ بدك الحق ولا ابن عمه؟ ولا ابن خاله ست عمه خالته؟ والله مش مرات بطلت تفرق الحق وابن عمه صاروا غريبين يعني فخلينا نحكي بالحق على الكائن أه اللي بنعرفه الحق انه ما بتقدر تحمي نفسك منه اذا بده يجي على جهازك أوكي. لانه كنا زمان نقول للناس ما 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 تضغطش لينكس ما بتعرفهاش اوكي م ما تردش على مكالمات بتعرفهاش مع اخر تطو تطوير لهذا السوفت وير ما مش مضطر انك انك ترفع الخط او او تقول اكسبت أوكي. على المكالمة لحتى ما يزرعوا في جهازك راح يزرعوا راح يزرعوا بدك تكون احنا دائما بنقول كون حذر كيف بتستخدم جهازك كون حذر ايش بتحكي على التليفون يعني رجعنا لايام المخابرات العربيه بتتذكر شو بتحكي على التليفون وشو ما تحكيش وشو تحكي. كذا كون حذر شو بتشير على السوشيال ميديا طبعا من غير بيكاسوس اساسا بتجسسوا على السوشيال ميديا كون حذر في ايش بتحكي وكيف بتحكي آه... آه... شو بتستخدم الهاي ما في إشي هلا راح يحميك ما حدا يجي يقول لي ايفون وانا ايفون ما بيجي هوش فيروسات مرحبا طلو في كثير من ال 50000 الف هدول كلياتهم كانوا ايفون وايفونات اللي الجديده اللي عليها اللوك والمش عارف الهاي في واحد بيجي بيقول لك اه ليش بتستخدم الفيسبوك؟ ليش ترفع على التيك توك؟ ات ماتر مش حيفرق معك لما يدخل جهاز زي هيك زي شيء زي هيك على جهازك خلص لا. ما تقولي انا بستخدم بطلت استخدم واتساب عم بستخدم سيجنال ما في ما بهم زي ما قلنا هاي التول اللي معروضه قدامكم اللي بيحب يشوفها حطينا لها حطينا اللينك تبعها اللي بيحب يتعرف ويتعلم في كثير ناس على فكره من هدول اللي ما كانوش تكنيكال خالص اتعلموها بس عشان يحموا نفسهم يعني <applause> اتس هذا بس هذا اضعف الايمان زي ما قلنا طيب سؤال بحكي لك بعد سماع هالكلام عن تجسس عن تجسس كيف الثقه انه هذه البرامج التي من منظمه العفو الدوليه بحكي عن التولز ليست هي نفسها برامج تجسس مبطله. آه هذا مش برنامج اولا هذا بايثون سكريبت ثانيا هذا ما بينزل على الجهاز هذا بينزل على اللابتوب ما احنا قلنا ما في شيء بينزل على على جهازك الـ 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 الموبايل تبعك ليقدر يحكم على الهاي هذا بينزل على اللابتوب تبعك واذا انت مش واثقان فيه زي ما بقولوا بتقدر تعمل بتجيب جهاز قديم بتستخدمهوش كثير او بتعمل فيرتشوال ماشين مثلا وبتنزلها وبتفحص وبعديها بتشيل الفيرتشوال ماشين كلها نعم اه ريم بتسال بشكل عام عن البرامج التجسس اللي على مستوى الافراد يو <applause> انت احنا قاعدين على واحد اساسا <تصفيق> يعني <تصفيق> كل ابلكيشن كل ابلكيشن في عليه في عليه امكانيه للاختراق والتجسس وال بس في في اشياء انت بتقول لهم تجسسوا علي عشان يعطوك سيرفيس فور فري يعني او او انه يلا انا بعطيكم المعلومات ترى على فكره ما في شيء فري عشان نكون عارفين لا الفيسبوك فري ولا اليوتيوب ولا الجيميل ولا ولا في شيء فري كله كله بيستغل وكله بيستغل عن طريق الداتا يعني تجسس مباشر او غير مباشر بس على الاقل انت عارف ولما بتفوت على هاي السوفت وير والسيتنجز واحنا حكينا كثير للناس بتقدر تشيل شغلات قد ما بتقدر فيك تشيل رح يضلوا يجمعوا داتا طيب لانه هاي هيك بيعملوا ماني بس انه في اشياء تقدر تخفف في التجسس تبعهم عليك بتقدر تتحكم هذا الشيء لا بينزل آزن application ابلكيشن تقدر تشوف ما الوش ايكون ولا بتعرف منين بنزرع ولا كيف بنزرع وبالهامه من كل هذا انه بيخترق حقوق الخصوصيه تبعتك والدستوريه لانه ما بيقول لك انه انا انه انا بتجسس ما بيقول لك انه انا نازل في الاساس فكيف حيقول لك انه انا ب انه انا بجمع عنك معلومات؟ نعم هلا ريم تحكي تقصد انه اذا حدا بده يحط نظام على تليفون ابنه او بنته اه ريم بدها تتجسس على آه زيك هذا زيك انت شفت مين, مين هذا اللي ما هي شريكتي في الشغل فلذلك اه شريكتك في الجريمه قصدك <تصفيق> <تصفيق> شركاء بالجريمه هذا ها... اوكي هلا في هلا في بس حق... في شغ... في شغ... في شغلتين لهذا الموضوع في سوفت ويرات للبيرنتس اللي يقدروا ينزلوها على موبايلات اولادهم ولما يعمل موبايل لابنه لأ المقترح انه يعطيه بروفايل ليمتد يعني ما يكون يقدر يدخل على السيتنجز ويعمل ويسوي عشان ما يشلش السوفت وير هذا او يوقفه باي شكل من الاشكال في شغله بس ضروريه نفهمها اذا ابنك وصل ال 18 سنه لسه الجهاز محطوط عليه قانونا انت مخالف القانون وممكن ابنك يعمل لك مشكله او بنتك او وريفر فهذه مسموح فيها الدرجة معني حتى ما بسموها تجسس هي بسموها رقابه على الاطفال او 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 بيرنتنج بيرنت كنترول بسموه بعد ال 18 خلص فبعرفش انا ريم انت شكل اولادك يمكن عدوا هذه المرحله ف طيب ايمن بيسال انا يوم العيد حسيت انه جهازي صار سريع وجاني تحذير من الجهاز بانه في برنامج خطير بعدها اصبح التليفون سريع هل هذا هو الفيروس؟ يعني انا صعب ارد على هذا من دون ما اشوف الموضوع ولا اشوف ال هذا بس في في شركات مش تجسس ولا إشي في ناس في ناس ما قلت لك بيزرعوا لك شغله او او ايش مثلا في برامج تعمل لك دعاية إنه أنا بخلي لك جهازك سريع وبتنزلها بصير الجهاز سريع مصادفة مش عن مش عن جد يعني أو بكون جهاز تنظيف بكون عندك ما هو كل ما كترت الفايلات وكل ما كترت الأشياء على جهازك طبعا ببطأ فهذا بيجي الجهاز بنظف لك الفايلات ما بقول لك إنه أنا بس نظفت الجنك ونظفت الهيدن كاش وكذا بقول لك أنا شلت لك فيروس ولا بكون لا شال فيروس ولا إشي فما بعرف هو شو اللي صار معه آه هو اخ اللي سالها السؤال أيضاً. 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 فما بعرف شو اللي صار معك بالضبط لكن هذا ل... بعدين يعني هولك شغله ما في شيء يطلع لك دعايه ويكون كشف انه شيء على جهازك من دون ما يكون نزل على جهازك فعليا يعني حتى هذا البيجاسوس قلت لكم ما في ولا ابلكيشن بيكشفه حتى لو نزلته على الجهاز الطريقه الوحيده فقط هي هاي التول بس وبهاي عن... على على اللابتوب مش حتى على الموبايل و... وكمان في مجال في مجال انها ما تكشف يعني مش مي مش مش 100% مجال انها تكشف فهاي هاي بتكون بجوز شغله بالصدفه نزل نظف لك شغله صارت اسرع بالصدفه مش اكثر من هيك طيب آه الان يعني في النهايه شو ممكن نوصي الناس شو ممكن نعطي للناس آه ارشادات اللي يستفيدوا منها يعني بدناش نوصل العالم لطريق مسدود انا حاسس كانه وصلنا العالم لطريق مسدود صحيح هو الموضوع يعني فيه فيه اشكاليات فيه مخاطر بس خلينا نشوف مساحات للحركه انا اقول لك شو احسن احسن وصيه نوكيا 680 تذكروا هذه البلوكه يعني كنت تخبطه في الحيط يرجع اللي اللي في مره واحد ورجعنا بوقع من ثلاث طوابق وط... بس فكت فكت شو اسمه فك الكفر بس رجع اتصل فيه بعديها بالضبط تضربوا على الواحد وي... كان يستخدم اكثر آه من استخدام هذا 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 استخدامات حرب صار محرم دوليا لانه صار يعتبر مد... سلاح شو اسمه <applause> سلاح للهجوم سلاح <applause> بالضبط اه طبعا احنا بس كنا بنمزح بس آه آه بس هو على فكره في ناس في ناس انا لغايه هلا بعرفهم من من اللي بيشتغلوا في النظام الاكتف عندهم لسه هاي الموبايلات بقول لك لا, لا في في سفير في سفير كندي بيستخدم الموبايلات هذه القديمه وحكى التليفون الذكي يستخدمه انسان غبي والتليفون الغبي يستخدمه انسان ذكي يعني مش كليا لانه على فكره في طرق برضه للتجسس على على هاي التليفونات عن طريق التراينجلينج اصعب بس برضه كل شيء شوف ما دامك استخدمت الانترنت والاتصالات انت معرض لهاي بس هلا طبعا هذا الشغله بالذات على السمارت فونز بنحكي عن بيجاسوس سمعت على السمارت فون ما زي ما قلنا ما في شيء اه يوقف هذا الكلام بس في عنا شغلتين ممكن نعملهم اول شيء زي ما قلنا نحرص على اللي بنحكي واللي بنعمله على اجهزتنا على التليفون ما نكون يا مكملين او انا عندي ايفون ولا انا عندي الاس 5 الجديد ولا مش عارف شو هو وخلص الشركه ولا عندي ولا بس بطلت استخدم الواتساب عم بستخدم السيجنال خلينا دائما نكون واعيين انه ممكن هذا الاشي يصير. الشغله الثانيه المهمه اللي بنعملها شغله مش تكنولوجيه، شغله نحن كشعوب نضغط على حكوماتنا انها توفر لنا حمايه، شركه زي الان اس او مش لازم تكون موجوده بهذا السوفتوير. <applause> هذا وير لازم يعلن انه محرم دوليا لانه يخترق كافه حقوق البني ادم والخصوصيات تبعته في الدول اللي زينا، ما لا يحق لا ولا يحق لدوله ثانيه انها تشتري هذا السوفت وير وتتجسس على مواطنين من عندي من دون ما انا اعرف، ولا يكون في اي بيني وبينهم اي تعاون حتى امني. صح ولا لا؟ هذا الكلام هذه الشغله اللي بنقدر نعمله نضغط كلياتنا كشعوب على دولنا لحتى هاي الشركات يا تتسكر يا اما تبطل هاي الممارسات. لانه ما في يعني ما في حل ثاني ما في حل ثاني، ونضغط كمان على شركات الاتصالات انها تعين ناس اكثر تعين يعني اخصائيين اكبر، تركز اكثر على السايبر سيكيورتي، حتى شركات زي هدول ما يقدروا بسهوله يكتشفوا اللي سميناهم الزيرو داي فولنربيليتيز والزيرو داي والزيرو كليك اتاكس من دون ما هم يكونوا عارفين، يعني انتم عم عم تتفلسفوا علينا كل شوي بتعملوا لنا موبايل احلى من الثاني وشاشه بتلمع ومش عارف ايش ركزوا على الشيء المهم ركزوا على بعدين بيجي بيقول لك برايفسي كل دعايات الايفون الجديد من السنه اللي فاتت او السنه اللي قبلها برايفسي 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 اكتشفنا انه كل هذا حكي فاضي صح ولا لا اذا زي ما بيقولوا put your money where your, your mouth is واعطونا عن جد برايفسي ركزوا على تعيين ناس بتتاكد انه كل شيء حتى على الاقل يعني حتى لو لقيت تكونوا انتم عملتوا افضل ما عندكم لحتى تكونوا توقعتوا شو ممكن يصير نعم نعم وفي شغله ثانيه اذا انتم بتتعاملوا هاي الدول اللي تعاملت مع الـ مع الـ انا مش عارف يعني كيف كيف ما كانوش خايفين انه هاي الشركه تتجسس هي على مواطنينهم نطالب نطالب الدول اللي الدول اللي تعاملت ما بعرفش بس اغلبيتها هي دول يعني مش مش ديمقراطيه وفي منها دول قمعيه على الاخر بس زي ما قلت لك احنا لما لما بس سمعنا انه ان اس او قاعده بتحكي مع حكومه كندا دغري وقف وقفنا للهاي وفي كتير ولايات في امريكا على فكره كانت ان اس او بتحكي معاهم عشان التراكنج سوفتوير تبع الكوفيد هلا ما بعرف اذا اشتغلوا معها او لا بس انا بنعرف انه كثير اكتيفستس من هاي الستيتس اللي بامريكا وقفوا ضد وقفوا ضد الموضوع طالبوا الستيت والفيدرال آه شو اسمه آه زي ما بقولهم لو ميكرز انهم انهم ما يتعاملوش معها جميل طيب آه ريم تحكي غالبا آه عم بترد على ايمن بترد على ايمن اه انا شفت التعليق تبعك ايمن ما في مشكله احيانا آه ممكن يكون في اكثر من تعليق لانه في تعليقات احنا آه آه غير مهتمين باظهارها او الحكي عنها لانها بعيده عن موضوع التكنولوجيا بتدخل في قضايا سياسيه فممكن التعليق هذا صاحبه ياخده لقضايا سياسيه ويطرحه على برنامج قضايا سياسيه وخاصه اذا كان القضيه مطروحه داخل داخل كندا اذا القضيه خارجيه متعلقه خارج كندا غالبا ما بكون طرحها في هذه البرامج هاي سياسه من سياسات القناه ونلتزم فيها، لكن احيانا هذه التعليقات والتداخلات بتحجب عنا بعض التعليقات اللي المهم احنا نشوفها، لكن اتوقع اني انا رجعت لكل التعليقات وطرحت كل الاسئله اللي انتم سالتوها خلال سواء الاسئله اللي انا قدمتها او من خلال سؤالكم مباشره. ف طيب احنا احنا في, في تع... في بس عشان اقول تعليق من الاحساب بقول لك احنا نتعلم هندسيات برمجيات على الاصول احنا العرب ونصير نعمل برامج مثل الاسرائيليين احنا ما بنعرف اذا في دول عربيه عامله شيء زي هيك في ناس في 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 دول من الدول العربيه ما احنا شفنا استخدموا نفس هذا السوفت وير للتجسس فيعني ما بنعرف. هذا مش حل انه احنا تيجي يقولوا احنا بيعملوا مشاكل كفاءات اوريدي في عندنا كفاءات وطاقات عملت عملت اشياء مبدعه مبدعه جدا بس في الاخير التجسس تجسس, تجسس. بالضبط مين اللي عمله؟ <applause> انا انا ال, ال, ال الشركه اللي كنت عمل اشتغل معاها اللي قلت لك بالسايب بالماستر فيلنس كانت شركه تركيه وكان فينا نعمل زي هيك على فكره لكن إحنا ما كنا بنعمل زي هذا الشيء كان برامجنا موجهه لمساعده الحكومه زي ما قلت لك وعلى فكره في انعمل هذا النظام مش حكي اسماء الدول بس انعمل نفس هذا النظام لكذا دوله اللي اعطيناه لكذا دوله واكتشفنا بعدين انهم بيستخدموه للتجسس مع انهم ما بيزرعوا على بس بس تجسس على السوشيال ميديا سايت المسجنج التجسس تجسس وهذا شيء مرفوض تماما اللي بدنا نعمله تعاون دولي لوقف هاي وتوقيف الشركات اللي مثل هيك والحكومات اللي بتدعمها لانه في واضح انه هاي يعني هذه شركه ال او نتنياهو اعلنها يعني مش ما ذكرهاش بالاسم بس اعلنها هو انه فروع السايبر سيكوريتي الحكوميه تبعتنا بتعمل شركات زي هيك او بتدعم شركات خاصه زي هيك من نصير احنا على التوب فلازم نوقف الشركات والحكومات اللي بتقدر تعمل زي هيك لانه بتجسسوا على ناس معينين بكره بتجسسوا علينا ما في دوله بتثق في الثانيه قد ما كانوا بيقولوا لك احنا اصحاب وحبايب ومتعابط ما, في ما في ما في هذا هذا ما في والشعوب كلها لازم خصوصا شعوب الدول اللي زينا اللي لسه لسه لا يزال عندنا نوع من الحريه لازم نوقف لانه هذا اللي ضللنا بس يعني هذه اخر اشي يعني اذا اذا ما وقفنا لهذا الشيء على فكره هذا عشان اختم الموضوع البيجاسوس في ناس كثير حكت انه اكبر خطر وتهديد على الديمقراطيه مصنف حاليا من كثير ناس انه اكبر تهديد على الديمقراطيه ف... يعني ارجو ان نكون يعني سلطنا الضوء على هذا الموضوع اللي هو قديم جديد ويتجدد باستمرار في النهاية لازم كل واحد منا يكون عارف شو اللي بصير حتى انه يعني اذا اخذ اي تصرف اي تصرف يكون عارف تصرفه هذا هو بده يكون مسؤول مسؤول عنه. دائما لازم تعرف انه اي شيء بتعمله انت عندك مسؤولية على على عملك. بنفس الوقت زي ما حكى دكتور هشام في مسؤولية مجتمعية لازم الناس تعملها وتقدمها المراقبة المجتمعية في هذه الدول اللي زي كندا المفروض تكون دائما قوية حتى يكون في متابعة للحكومات مشتركها بسلطة مطلقة لأنه السلطة المطلقة مفسدة مطلقة وعلى فكرة على فكرة هقول لك شغلة عشان في ناس تحكي على ال... تحكي في الموضوع على اليمين واليسار ما في فرق بين الاحزاب اليمينيه او اليساريه اللي بيكون في ايده السلطه وبصح له يعمل راح يعمل نعم نعم يعني لا لا بدافع عن حزب ولا بوقف في حزب ضد حزب ولكن هدول يعمل يعني صحيح هو حكومه هاربر هي مثلا كانت عشان هي يمينيه متطرفه هي من الحكومه اللي حطت القانون اللي بيخترق خصوصيتنا اللي هو البيل سي 51 لكن هقول لهم شغله للناس كتير من وقت ما نزلت كتير من اعضاء الليبرال من ضمنهم اعتقد كان جاستن ترودو نفسه وافقوا عليها which means انه احنا مش محميين من حزب برضه زي ما احنا مش محميين من من شركه سوفتوير ولا من مش محميين احنا اللي بنحمي نفسنا الديمقراطيه مسؤوليه وليست وليست هديه مسؤوليه وهي في حاله دائما يعني ما بناخذها زي ما بقولوا از جيفن ما ناخذها هنا هي خلص عملنا ديمقراطيه وخلص لا دائما مهدده ولازم دائما ندافع عنها حتى نعم. نخليها قائمه لازم نعم. ندافع عنها نعم. يعني ميزه الدول هذه ليست في انه بتعطيك كل شيء ميزه الدول هذه بتعطيك الامكانيه للدافع عن حقك والطالب فيه آه دكتور هشام شكرا جزيلا شكرا للمشاهدين اللي تابعونا اتوقع انه الموضوع كان مهم جدا وان شاء الله يكون الجميع من اللي تابعوا واللي حيتابعوا يستفيدوا منه وإلى لقاء قادم وموضوع جديد شيق نستودعكم الله صباح الخير